حسن منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فقامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. نحن لا نريد أن نعاتب أحد ولا نعطي الدروس لأحد، وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا. أما ما يقوله البعض بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح، وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة. فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات. وبإمكان أي واحد أن يتأكد من عدم صحة هذه الإدعاءات، لا سيما أن هناك جالية جزائرية تعيش في بلادنا، وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور. وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا. لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره، والعكس صحيح. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد. ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر. فالعصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك، وإذا عملنا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتجفيف منابعها. ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرف العلاقات بين المغرب والجزائر. والتي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباعا سلبي لا سيما في المحافل الدولية. لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات بلدينا ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنما توأمان متكاملان. لذا أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل سويا في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة المجيدة لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم
تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره. فما نستحضر بكل وفاء أرواح تضحيات أجدادنا الكرام وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنأمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني طيب الله ثراهما وكل شهداء الوطن الأبرار. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم.